الاكتظاظ سيد الموقف في محطات البنزين في تونس، الحصول هذه الأيام على وقود المركبات لا يتسنى إلا بعد عناء الطابور في محطات الوقود، إذ رغم جهود السلطات لتوفير هذه المادة وتسريع استيرادها أو تكرير الخام المنتج داخليا، إلا أن القلق لا يزال قائما. بس هي كاتاستروفيك على غالب، معناها كاو هانا نتعاركوا ونوسعوا في بال بعضنا باش نتعداو نعبيو ايسونس وكاو لا غالب. معناتها حاله مزريه بصراحه، حاله مزريه ياسر ياسر فوق الخيال بصراحه. ما عمرنا ما وصلنا في تونس الايتا كيما هذايا. والله اليوم حايرين كيفاش، معناها هكا مصالحنا كل ضاعت، نستناو بالسوايع، مانيش عارفين كيفاش باش توصل الحكايه هذه، حكايه ليسونس حكايه البنزين بصفه عامه. ان شاء الله ربي قادر كان الخير وكاو. ويشير خبراء إلى أن تراجع مخزون المحروقات في تونس بل وفقدانها في الكثير من محطات الوقود يعود أساساً إلى اضطراب الأسواق العالمية، علاوة على الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بتونس منذ سنوات. اضطرابات الأسواق العالمية أدى إلى تخوفات كبيرة لدى التونسيين من قدرة تونس على التزود بالمحروقات. هذه التخوفات أدت إلى ضغوطات كبيرة على الاستهلاك، وأدى ذلك إلى طوابير كبيرة، مما أدى إلى البعض عدم القدرة على الاستهلاك أو التزود بالمحروقات. وشهدت الأسواق التونسية منذ أسابيع اضطرابا في تزويد المستهلكين بعدة مواد أساسية كالسكر والزيت النباتي ومنتجات الحبوب وغيرها، ما دفع بالحكومة إلى تشديد الرقابة على مسالك التوزيع وتحديد حصص المستهلكين. هذا ويواصل الاتحاد العام التونسي للشغل ضغطه على الحكومة لتشديد سياساتها فيما يتعلق بالمواد الأساسية بتوفيرها في الأسواق والتحكم في أسعارها ومسالك توزيعها وسط أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها البلاد. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس.